مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف العاشر، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. قبل أن نتطرق إلى درسنا لابد أن نؤكد ما بدأناه سابقا على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الذي يجب أن نقتدي به في حياتنا. عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فإذا يا شباب علينا أن نفتدي بأرواحنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن إلى أهداف درسنا اليوم، هو بعنوان تحرير النصوص بطرق متقدمة الجزء الثاني. ما هي أهداف درسنا لهذا اليوم؟ لدينا ثلاث أهداف: أن يضيف الطالب العناوين، أن يضيف الطالب جدول فهرس المحتويات، وأن يضيف أو أن يستخدم الطالب دمج المراسلات. المصطلحات في درسنا اليوم: لدينا مصطلح ستايلس تعني أنماط، لدينا مصطلح هيدينج وتعني عنوان، لدينا مصطلح ميل ميرج وتعني دمج المراسلات. الآن بنبدأ في درس في الهدف الأول في درسنا اليوم وهو استخدام العناوين. ما هي فائدة العناوين يا شباب؟ يا شباب، أي مستند ليس به عناوين فهذا المستند لا يمكن قراءته بسهولة، وتحتاج إلى التدقيق والنظر بقوة حتى تحصل على المعلومة التي تريدها. إذا استخدام العناوين تساعد على أن تجعل المستند أكثر تنسيقا وراحة للعين، كما تساعد القارئ على فحص المستند بشكل أفضل وبأسرع. يعني في وجود العناوين داخل المستند تقدر تحصل على معلومة محددة التي تريد الحصول عليها. طيب تعالوا مع بعض نشوف كيف يتم استخدام العناوين في برنامج مايكروسوفت وورد. نقوم باختيار هذا العنوان ثم نقوم بالذهاب إلى قائمة هوم أو تبويب هوم، ثم نقوم بالضغط على هيدينج 1. لاحظ ماذا تم التغيير، ثم نقوم بتكرار هذه العملية لكل العناوين الموجودة داخل المستند، اختيار العنوان أهو يا شباب، ثم نقوم بالذهاب إلى هيدينج 1 زي ما اتفقنا من تبويب هوم. مرة أخيرة يا شباب، نقوم باختيار هذا العنوان ثم نتأكد من أننا لدى تبويب هوم، ثم نقوم باختيار هيدينج 1. السؤال يقول: تساعد العناوين على جعل المستند أكثر تنسيقا. الإجابة يا شباب، أحسنتم، الإجابة صحيحة. الآن ننتقل إلى الهدف الثاني في درسنا اليوم وهو إضافة جدول أو فهرس العناوين. تساعدنا يا شباب فهرس العناوين، تساعدنا في قراءة المستند وتنظيم المعلومات، وبالتالي يسهل إيجاد المعلومة حسب العنوان المطلوب. الآن سنقوم بإضافة جدول أو فهرس العناوين. نقوم بالذهاب إلى المستند ثم نحدد المكان الذي نريد الإضافة فيه، وفي العادة تكون الفهرس أو جدول العناوين في نهاية الصفحة. نقوم بالذهاب إلى تبويب ريفرنسز ثم نقوم باختيار أمر Table of Contents. تظهر لنا هذه القائمة الفرعية، نقوم باختيار منها Custom Table of Contents ثم نقوم بالضغط على زر الأوكي. تظهر لنا هذا ما يسمى الفهرس، إذن بيحدد لك فهرس هذا العناوين. هذا العنوان موجود في صفحة واحد، العنوان الأخير مثلا ما الذي ينبغي عمله عند شعب الممرض هذا موجود في صفحة رقم 2. طيب إذا أردنا إضافة بعض التنسيقات على هذا الجدول، نقوم بالذهاب، نقوم أولا بتظليل المحتوى الفهرس ثم نقوم بالذهاب إلى تبويب هوم، ثم نقوم بتغيير اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار. أيضا يمكننا إضافة تنسيق بولد على الخط، أيضا يمكننا إضافة زيادة لحجم الخط كما هو واضح أمامنا يا شباب. بهذا نكون قد انتهينا من إضافة جدول وفهرس العناوين. الآن ننتقل إلى الهدف الثالث في درسنا اليوم وهو دمج المراسلات. بداية لابد أن نتعرف على ما هي دمج المراسلات وما هي الفائدة منها. دمج المراسلات هي إحدى عمليات معالجة النصوص، وتمكن المستخدم من دمج مستند مع ملف بيانات مدخلة. حتى نتعرف على الفائدة من دمج المراسلات يا شباب، سنقوم بطرح هذا المثال. نفترض أن المدرسة الآن بصدد اجتماع مجلس الآباء
وتريد إرسال خطابات ورقية أو سواء بالبريد الإلكتروني إلى أولياء الأمور لحضور هذا الاجتماع. فبدل ما نقوم بإعداد الخطابات يدويا وكتابة الأسماء أولياء الأمور يدويا، فيمكننا أو يمكننا برنامج معالج النصوص باستخدام خاصية دمج المراسلات من إمكانية كتابة نص ثابت ثم نقوم بدمجه مع بيانات أخرى مدخلة. قمنا بفتح ملف دعوة الحضور. هذا الملف معد مسبقا يا شباب في المحترم، سيتم إضافة اسم ولي الأمر في هذا المكان، وأيضا لدينا رقم الهاتف، وأيضا لدينا العنوان. الآن نريد إضافة اسم ولي الأمر ورقم الهاتف وأيضا العنوان. تعالوا بعد نتعرف على طريقة تنفيذ هذه الخطوة يا شباب. نقوم أولا بالذهاب إلى تبويب ميلينجز. نركز مع بعض يا شباب، هذا التبويب لابد من اختياره أولا ميلينجز، ثم نقوم بالذهاب إلى ستارت ميل ميرج يعني بداية العملية، ونقوم باختيار ليترز خطابات. الآن الخطوة الثانية نقوم بالذهاب إلى أمر سيلكت ريسيبتس، ثم نقوم من اختيار الأمر الثاني وهو Use an existing list. هذه تعني يا شباب أن لدينا قائمة جاهزة معدة مسبقا فيها أسماء المدعون للحضور الاجتماع، كل اسم مقابل له رقم الهاتف والعنوان. نقوم بتحديد مكان وجود الملف. الملف مسوينا يا شباب احنا على سطح المكتب. نقوم بالذهاب لفتح هذا الملف، وليكن هذا هو الملف الأسماء. الآن نقوم بوضع المؤشر قابل للمحترم اللي هو اسم، ثم نقوم بالضغط على Insert Merge Field يعني بحدد وين المكان. الآن بناخد الاسم من هنا، ثم نقوم بالذهاب إلى وضع المؤشر عند رقم الهاتف، ثم نقوم باختيار الهاتف من هذه القائمة. نضع المؤشر عند العنوان، ثم نقوم مرة أخرى بالذهاب إلى Insert Merge Field ونقوم باختيار منها العنوان. الآن إذا أردنا أن نستعرض ما قمنا بإنشائه، نقوم بالضغط على Preview Results. واضح معي يا شباب المحترم سعود عدنان النعيمي، رقم الهاتف والخريطيات. الآن يمكننا الذهاب إلى الملف الثاني، صالح حمد صالح، رقم الهاتف، العنوان، وهكذا. بهذا يا شباب نكون قد انتهينا من الهدف الثالث في درسنا اليوم وهو دمج المراسلات. ننتقل الآن إلى نشاط التأكد من تحقق الأهداف. نقوم بالضغط على هذا الرابط يقوم فتح الوورد وول والإجابة على الأسئلة دفعة واحدة. لنرى السؤال الأول، تساعد دمج المراسلات في دمج مستند مع بيانات مدخلة. الإجابة أحسنت، الإجابة صحيحة. السؤال الثاني، باستخدام فهرس العناوين يصعب إيجاد المعلومات. الإجابة أحسنت، الإجابة خاطئة. السؤال الثالث، تساعد العناوين على جعل المستند أكثر تنسيقا. أحسنت، الإجابة صحيحة. لا يمكن دمج مستندات مع بيانات أخرى. أحسنت، الإجابة خاطئة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.